الاشتغال على نص مسرحي من كلاسيكيات المسرح المغربي أمل نوبة للمؤلف المسرحي الراحل رائد المسرح المغربي عبد الصمد الكنفاوي. عبد الصمد الكنفاوي سي لو ماتر دو ماتر، هو المعلم والأستاذ الأول، الجيل الأول من المسرح المغربي. يعني نتحدث عن أستاذي ومعلمي الطيب الصديقي، نتحدث عن الزجال والمسرحي الكبير أحمد الطيب العلاج، محمد سعيد عفيفي الممثل والمخرج الكبير، بشير سكيرج، مجموعة من المسرحيين الأولين ديال فرقة التمثيل المغربي. وهذا كذلك رجل دولة من الناس اللي أسسوا للدولة الحديثة والمغرب الحديث، والذي كان يعرف أغوار هذا البلد في بداية الاستقلال إلى وفاته في السبعينيات، ورسم عن طريق مسرحياته نوع من الكاريكاتور الذي أحيانا يكون مباشرا حول أوضاع المجتمع المغربي وأوضاع السمسارة إذا كان يمكن أن تسمى هكذا. وفي هذه المسرحية في مقهى شعبي نرى مجموعة من المحتالين يوهمون الناس بأنهم سيتوسطون لهم للحصول على قروض، وأنا في بلاصة القروض درت ممثلات من الموهوبات، كبار الممثلات الذين اللواتي سوف يقدمنا أدوارا رجالية. ما نبغيش نحرق المسرحية، يعني ممثلات في تشخيص أدوار ذكورية لمحتالين في مقهى شعبي مغرب بداية الستينات. كاين أداء موسيقي رائع للفنان مهيدو المهدي، ويعني هذا الشيء انخرط ضمن مشروعي المسرحي والجمالي الذي أسميه بمسرح الانزياح، الذي أحاول أن أشتغل فيه على تكسير بنيوي لغزو الصور في مسرح ما بعد الدرامي، ولكنه كذلك اشتغال بيداغوجي لتلقين الشباب المسرحي والغير المسرحي وعموم متتبعين كلاسيكيات المسرح المغربي. يعني هذا نص أساسي في الريبرتوار المسرحي المغربي، اشتغلت عليه واشتغل عليه بكثير من السعادة والحبور.